أبرز المشاكل حسب رأيك أنت كشاب تونسي اللي اليوم ترزح تحتها بلادنا؟ اليوم المواطن التونسي بالأساس يركز لي حقيقة على المشاكل الاقتصادية، كل ما يتعلق بالتشغيل، الأسعار، المقدرة الشرائية وما إلى ذلك، أنت شنو ترى؟ أنا نرى تونس إن شاء الله في تحسن، إن شاء الله نكون إن شاء الله تونس بلادنا في تحسن مع سيادة الرئيس قيس سعيد، إن شاء الله قاعدة تتحسن وإصلاحات مشهودة ملحوظة، وقاعدين إن شاء الله ربي يكون في عون الدولة والحكومة في استرجاع الأموال المنهوبة اللي نهبوها في العشرية وما قبل العشرية، ذيك تساهم في التنمية للبلاد التونسية. أول حاجة يلزمنا نمشيو للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، يلزمنا نعالجوا أمورنا في العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية راهي بالنسبة لنا احنا هي عماد المجتمع، راهي بالنسبة يلزمها تتحط على المحك، والسيد وزير الشؤون الاجتماعية يعطيه الصحة وأحييه من هذا المنبر، وناشط وما شاء الله وفاهم عقلية التوانسة، نقول له ركز على المنظومة الاجتماعية، هي اللي باش ترقى بالشعب، هي اللي باش تحسن الشعب، لأن بالحق راهو كارثة، راهو كارثة، راهو ثم اللي يصور في انتريت نتاع ريتريت نتاع 300 ألف، بونسيون دو ريتريت 300 ألف، وكيفاش باش يعيش في الظرف هذايا؟ ما جا شيء، ما جا شيء، والله مأساة نعيشوها، وثم وليداتو يقراو، ونقول له يا سيد الوزير راك أنت ما شاء الله عليك، وأنا ديما أحييك، ونقول لك راك بالحق بعد محمد الناصر شد وزارة الشؤون الاجتماعية، هو أنت خليفة محمد الناصر، وإن شاء الله تكمل المسيرة نتاعك والمنهج نتاعك واللي رسمته إن شاء الله تحققه. مشاكل الخدمة، التشغيل بالاساس، التشغيل بالاساس والاولويه للتشغيل زاده، راه بلدي عندها شهاده عليا، ما نجيش انا ستيام اني خارج مثلا من الليسي ومن بعد نقول نحب البلاد تخدمني، ليه جماعه راهو تنجم راك تبدا ستيام اني مع احترامي للنيفو نتاعهم ستيام اني ويكونوا منتمين لحزب معين، بقدره قادر يدخل حتى مدير عادي راهو في بلاد. هذه قاعدين نشوفوا فيها بعد الثوره، قاعدين من عبيد قاعد يشد في بلايص مش الكفء نتاعهم. نحن مشكلتنا في السياسة غلطة وحيدة قاعدين نقروا فيها، كنا حيو مسؤول، كنا حيو مسؤول نحيو اللي معاه الكل، عبارة واحدة عنده كريتة وبهيم، فعاد نبدلوا البهيم، الكريتة ما عادش يمشي. قاعدين مشكلتنا نحيو في السياسة الكل قاعدة تحاول، أنا مثلا قاعد نخدم في خدمة مدة 6 شهور، جيت نحيني، يجي الآخر يعاود يجيب جماعته، نعاود نفسخوا اللي خدمته أنا، وهذيك ما تخلينيش نقدموا في المسار السياسي. في المسار السياسي والشباب لازمتنا نخدموا، انا فما نخدم، انا بحكم منطقه ريفيه في اوتيك نبدا قاعد في قهوه، يجي الفلاح يقول لهم نهاركم ب 25 وب 40 ودخانكم خالص وماكلتكم خالص، ليه الشاب يقول لك لي انا نحب نخدم ب 50 ولا صحيح حقك ب 50 اما ارضى بالقليل تجي الكثير. فما ثلاثة حاجات احنا، فما السياسي، فما النقابي، وفما الحقوقي. احنا الحاجه الاولى اللي نعملوا لها الشيء السياسيين قاعدوا يتعاركوا في بعضهم، معناها ضيعنا المشاكل الهامه وتلهينا في شكون يشد الكرسي، معناها هكا معناها ما تلهاوش باك الزوالي وما عملوش العدل الاجتماعي، ما عملوش العداله الجبائيه، قاعدوا يتعاركوا شكون باش يحكم، معناها انت تو يجي واحد يحكم يجي اللي بعد ويحاسب القديم يدخلوا الحبس، معناها احنا هذه نوليو ندوروا في حلقه فارغه. اهم حاجه، اهم حاجه نحبوا العدل، معناها العدل كيفاش الاقتصادي الاجتماعي، تلقى واحد مثال يخدم في انتريتي ويدفع فيها 400 و500 ألف وخدم مقبل وقصوله، واحد يخدم معناها محامي ولا يخدم طبيب يصورهم في نهار وما يدفع حتى فرنك، معناها يولي العدالة الجبائية ما فماش، والعدالة الاجتماعية فما واحد يصور الخير والبركة معناها ويفرق في حق، وواحد ما يلقاش حتى ما ياكل بالجوع وبالواحد كل شيء، هذو من الحوايج العدل اللي لازم نعملها. الصحة والتعليم ومقاومة البطالة في نطاق المعقول، ما ناش باش نقضي عليها البطالة، والأمور الاجتماعية كل معناها من نقل من برش حاجات، احنا متفائلين وان شاء الله الناس هذوما نظاف وباهين يخليوهم يخدموا وكلهم يزيوا من الواحد نتاعهم. شكون هذوما؟ انا معارض، انا هي معارض، معارض اللي دخلت البلاد في حيط، المعارضة اللي سرقت الناس كلها، أنا هو المشدود على السياسة، كلهم سرقوا، كل سرق على بعضهم، واللي ما هوش سارق تآمر على الدولة وتآمر على تونس، باعونا في السفارات وباعونا برا ب 4 فرنك يبيعونا، هذوما يحبوا يرجعوهم،
تحبوا ترجعوا للناس اللي قتلت واللي ذبحت، هذم الناس يمشيوا علينا ما عادش نحبوا نشوفوا الوجوه هذم، ولينا يرجيك ولينا عندنا ما نعرفش حساسيه عليهم، كي نشوفوهم في التلفزه ندخوا، يز 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 ما عادش حاسنا بهم. ابرز مشكله البلاد في البلاد هو البطاله. اول واحد، ثاني باب المستشفيات، ثالث باب النقل، الرابع التعليم. اهم عنصر هو اللي ما يستناش هو موضوع النقل. الناس هذه راهي تعبت، الناس تعبت والناس ما عادش نجم تتنقل وما عادش نجم تمشي وما عادش نجم تجي، يصير فيهم ما يصير، معناها يمشيوا مخاخهم فوق مش فوق منهم، يروحوا مخاخهم فوق مش منهم، وهذا. والبطاله لازم يلقاو لها حل. هذايا مواضيع المواضيع الحارقه والمستعجله. بالنسبه للمسار نتاع الدوله اللي فيما يخص الاقتصاد وفيما يخص معناها رصد الميزانيات والغداء، يظهر لي شاد الثنيه. هو كي شاد الثنيه ماذا بهم يعملوا تلفيته شويه يتلفتوا. فما ناس مشات للسبيطار من 5 نتاع الصباح وتوا راهي ما تعدتش. مش معقول راهو هكا، ولا تعطيه رانديفو بتاع 7 شهور و8 شهور، نعرف اللي ما يقدروش وما عندهمش الامكانيات و و و، لكن لازمنا ناخذوا بايديهم. وخصوص وزيد ثم حاجه اخرى فما بيخص الموظفين. يا موظف يا اللي تسمع فيا، راك ماكش تخدم بمزيه، راك تخدم في المواطن ومن اجل المواطن انت موجود غاديك. ماكش عامل مزيه وثم راي الناس اللي تجيك راي ما تعرفش. وريه هذه خدمتك انت. وريه انا خويا ما نعرفش، اخويا ما عندك كيفاش تتصرف ولا ما نعرفش كيفاش باش ناخذ لونكاسمون ولا غير ما نفهموا. عايش تزيد اللي يخلص 2 ملايين، ما عادش تزيد اللي يخلص 3 ملايين، اعمل راتراباج، خلط الطبقة الضعيفة، خلطها، خلت تسوى، خلي نقصوا، رانا بدينا نتمسكوا في السلم الاجتماعي احنا. يعني وقت الانسان عجز ما عادش عنده باش يشري، ما عادش راهو ما تنجمش تمس حتى شيء. انا قفت قدام العطار قلت له ليش ما تبيعوش الزيت؟ قال لي مدعم ما عنديش فيه ربح ما نجيبوش، معناها تو الزوالي والله والله والله، يشري في دبوس الزيت ب 8000 وب 9000 وهو نفسه اللي مدعم امبالي. هو نفسه راهو محطوط في دباب بلاستيك ويبيعوه بالدوبل وبالتريبل وبالكواتريبل. نقول له يا سيد الوزير ماذا بيك، نظره عميقه عميقه جدا، ويتحط على المحك الموضوع هذايا ونخلطوا الطبقه الضعيفه بس تساوى، لان ما نحكيوش على الطبقه اللي بيان يزيد ربي يزيدهم وربي يعطيهم، واللي يخدم بحقيقه وما سرقش الدوله والله ربي يعطيه وربي يغنيه ما اكثر. اما احنا انا بالحق مشينا في الكلمه المتداوله، انا مشينا في العفس، مشينا في العفس بالحق. انا زوالي يدعم في واحد يستعمل في الليسونس، لان الليسونس 7000 مليار في العام، الليسونس والطاقه 7000 مليار طاقه، احنا ندعموا فيها دعم فيها الزوال. عنده شكرها مسكين، لا عنده ليسونس لا يستعمل ليسونس لا يستعمل غازوال ويدفع الدعم. الحاجات المدعمه، قهوة تستهلك في 20 كيلو، باتيسوري تستهلك في 80 كيلو في النهار، سكر موجود فيها السكر. الزوالي باش يشري كيلو سكر في الجمعة ولا ما يشريه؟ يا يشريه طوابع ب 4500 يا ما يشريش. أين العدالة؟ أين العدالة؟ نقول لك الصحة والنقل والتعليم هما 3 عرس، إذا كان رخت منهم عرسة في أي بلاد راهو باش تلقاها في مشاكل. بالطبيعة هذا هو هذا اللي صار. بالنسبة اللي كان مغطي على الدنيا كل الناس اللي كانت مستولية على السلطة واللي كانت تخدم كان في مصالحها، مصالح ضيقة. ما يهمهمش في الشعب، ما يهمهمش في المواطنين، ما يهمهمش في كذا. دخلوا بعضهم منا كول منا كول من غادي، محاسبه ومناصفه وكلام فارغ. حتى واحد ما قدم مشروع باش ينهض بالبلاد ولا باش يضرب البلاد. ثم لوم على الحكومه، الحكومات الجديده بعد 25 جويليه. هناك فما انجازات وفما نجاحات. علاش ما يبرزوهاش؟ هذا اللي مدوخني انا. وكان يبرزوها خلي الناس تفهم وتعمل مقارنه شنو هو اللي صار وشنو اللي صار. اليوم تعرف اللي ثم اول مره في تاريخ تونس من 2011 ثم فائض مالي في البنك المركزي، عمره ما صارت. من 2011 ما نعرفش الدوله يمكن ما تحبش تترفع على الامور هذه، ما انا تقول لك واجبي هذاك وهو واجبها بالحق، لكن على الاقل خلي الناس تعرف شنو اللي كان صاير ونعمل المقارنه ما بين الدفعان نتاع الفلوس نتاع القروضات اللي خلصتها الدولة التونسية 23 سنة 23 بالكامل، نقولوا منين الفلوس هذه، شنو هي السبب نتاعها، وشنو هو سبب الخراب اللي مشى، وعلى شكون خلصناهم. على الأقل خلي الناس تفهم وترتاح خير.
ما عندناش فرينة راضيين، ما عندناش زيت راضيين، وما عندناش قهوة راضيين، وراضيين بالحكومة اللي موجودة توا. شدوا الصف انتوما مشوا على روحكم، تيزيو بلا بلا واحدة بتاعهم. شنو واحد شدد الدبوزة زيت، تشوفوا المواطن وهو خرب تونس مشاه، والآخر تصوير بورقيبة. قلت والله غايدته ياسر تصوير بورقيبة اللي ما حبوش يرحموا عليه. وقت اللي تكون سياسي معناها ما عندكش معناها كيف ما يقولوها فكرة شني السياسي، نرجعوا لها تو احنا بشر، البشر ديما نغلطوا، كل انسان يغلط. واحد يقول لك معناها اللي تحب تكشف له عيوبه، معناها وقت اللي هو غلط تكشف له عيوبه، تظهر له العيوب نتاعه ولا تستر له الذنوب نتاعه. احنا السياسيين يلوجوا شكون معناها غلط باش يشدوه بالواحد، وهذا يعارك وهذا يعارك، وبعد انت تحكم واللي يجي بعدك يحاسبك، وتولي امور معناها ندوروا في حلقه فرا. ولهذا يلزمنا احنا كثوره عملناها وعاودها وقلتها، رحنا خسرنا 10 سنين خسرونا السياسيين. تو العشر سنين طويلة، حتى خسرنا 3-4 سنين، نعملوا التضامن ونعملوا العدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية والزوالي معناها يعاونوا الأغنياء، وتونس إن شاء الله قدرة ربي موقعها سمح معناها جغرافيتنا، وإن شاء الله نولي ولا بس علينا.